Sai. نفسي ابقى بكسب فلوس كتير قوي عشان اخواتي وامي، واعمل اكاديميات تعلم الكرة في بلدي. انا اسمي محمد باجت، بلعب كرة وانا عندي 8 سنين، عمري ما لعبت في نادي، بلعب في الشارع. احمد اخويا حمسني على اللعب، قعد يشجعني وانا لاعب كبير. انا اكتشفت محمد من لعبه مع الاولاد بره، ليه فرصه ان شاء الله كويسه اكيد. هو موهوب فعلا، هو ابني قبل ما يكون اخويا طبعا، وانا اللي مربيه. نفسي ابقى لعيب كبير اشرف اهلي. انا عمري ما فكرت في الاحباط خالص، وعايزه احقق حلمي واكمل فيه مشواري. بحس ان انا بلعب حلو، لما بابا حد يتفرج عليا بحس ان انا ورايا جمهور. احمد اخويا هو اللي قدمني في كابيتانو مصر، واول ما بديت حلمي حسيت ان هو هيتحقق وهبقى كابيتانو مصر. أول ما عرفت إن في اختبارات لكابيتانو مصر هنا في الشرقية، وديته وفضلت جنبه لحد ما دخل اختبارات. لما قابلت في الاختبارات حسيت إن أنا شرفت أهلي وشرفت عيلتي، فكرت في الإحباط خالص.